لسنوات طويلة ظل الشارع العام والوحيد بمدينة قعطبة مسرحا للمطبات والحفر بعد تهالك مادة الإسفلت التي كانت تكسو الشارع قبل نحو 10 سنوات. اليوم وفي ظل الحرب الدائرة على أطراف المديرية وبجهود من الأهالي والسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة، أعيد ترميم الخط العام وسفلتته من جديد، وهو أمر لاقى ارتياح السائقين وأصحاب المحال التجارية التي كانت تغطيها موجة الأتربة المتطايرة من الطريق كل يوم. مشروع إعادة تأهيل سفلتة الشارع العام بمدينة قعطبة بتمويل من صندوق الطرق والجسور بالعاصمة عدن، وبإشراف وبتعاون وبتنسيق ومتابعة من السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة. هذا المشروع يمثل إنجاز كبير لأبناء مدينة قعطبة، كونه يساهم في تخفيف حالة الازدحام وتوسعة الخط، ويمثل احتياج حقيقي لأبناء المديرية. نأمل من صندوق صيانة الطرق والجسور رفض المديرية بمزيد من المشاريع الحيوية التي واستكمال زفلتة خط الدائري قعطبة الفاخر وكذلك خط الدائري قعطبة. هكذا تبدو قعطبة وقد اكتسى شارعها الرئيس بالإسفلت، فيما تنتظر بقية شوارعها استكمال تعبيدها ورصفها، لا سيما بعد مرور سنوات عجاف على بدء العمل في بعضها وتوقفه بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني. وأيضا نطالب أيضا في مشاريع أخرى لتكملة رصف وزفلتة شوارع مدينة قعطبة بالداخل، لأن وقت الأمطار هناك عوائق كبيرة جدا تسبب عدم المرور المارة أو السيارات أو ما إلى ذلك. تعد قعطبة أكبر مدن محافظة الضالع، وتمثل ملتقا مهما لسكان العديد من المناطق المأهولة بالسكان، لكنها تعاني إهمال السلطة المحلية وغياب العديد من الخدمات الضرورية للمواطنين. إن شاء الله أن الزفت يخفف المعاناة التي كانت تحصل في هذه المدينة وتؤدي إلى كثير من الحوادث، أما الآن إن شاء الله تؤدي إلى الأفضل. تحركت عجلة التنمية في المديرية قبل سنوات بعد تولي أحد رجال المقاومة إدارة المديرية، لكن سرعان ما جرى تغييره بآخر، وهو ما يؤمل المواطنين منه إكمال خطة التنمية التي خطها من سبقه لينعم الأهالي بالمنجزات الخدمية التي تخفف من معاناتهم وتزيل الغبار عن وجه المدينة التاريخية. فوزي المريسي لبرنامج أضواء سهيل، الضالع.